دلوقتي جه معانا مع اخبار الطقس بالتفصيل. وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار نهارا على القاهره الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد، معتدل على السواحل الشماليه، شديد الحراره على جنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للبروده على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على التليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك وسادتنا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بحضرتك، حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس النهارده، خصوصا ان احنا كان في بعض الرياح اول امس وامس كمان بالليل. هو طبعا الحمد لله اليوم هيكون في مزيد من التحسن في الاحوال الجويه في معظم محافظات القريه، انخفاض في قيم درجات الحراره، هتكون درجات الحراره حول المعدلات الطبيعيه او حتى كمان اقل من المعدلات بحوالي درجه، لان احنا بنتاثر بوجود امتداد لمنخفض جوي موجود معانا في طبقات الجو العليا. المنخفض الجوي ده هيعمل على وجود سحب منخفضه ومتوسطه تساعد بشكل كبير على حجب جزء من اشعه الشمس وتساعد طبعا على انخفاض قيم درجات الحراره. كمان مصادر الفتل الهوائيه، معظم الفتل الهوائيه الشماليه قادمه من جنوب اوروبا مرورا بالبحر المتوسط، الفتل دي معتدله بشكل كبير في قيم درجات حرارتها، فبالتالي الاجواء اليوم هتكون اجواء ربيعيه مستقره. احساسنا بالطقس خلال فتره النهار هيكون طقس حار في القاهره الكبرى، محافظات الوجه البحري، محافظات شمال الصعيد، معتدل تماما في الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط. هيبقى شديد الحراره رغم انخفاض قيم درجات الحراره في محافظات جنوب الصعيد خلال فتره النهار، لكن احتسب الطقس في محافظات جنوب الصعيد هيكون شديد الحراره، ده بيكون في وقت الظهيره مع شده الاشعاع الشمس. لكن اول ما اشعه الشمس بتغيب وبندخل في فترات الليل طبعا بيكون في انخفاض في قيم درجات الحراره، الانخفاض ده محسوس اكثر فتره الليل المتاخر او فترات الصباح الباكر، البروده موجوده في الجو ورجع ثاني البروده او الاجواء المائله للبروده ساعات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر، وخاصه كمان في المحافظات الشماليه وخاصه في المدن الجديده، الاماكن المفتوحه، المحافظات اللي بيكون لها ظهير صحراوي بشكل كبير، لان كمان اليوم متوقع ايضا بالفعل هيكون في نشاط الرياح، لكن نشاط رياح اليوم في المحافظات الشماليه غير مثير لاي رمال واتربه، هو هيساعد بشكل كبير على احساس بانخفاض قيم درجات الحراره، يساعد ان احنا نحس بتلطيف الاجواء ويساعد كمان ان احنا نحس بالبروده فترات الليل، هيكون مثير للرمال والاتربه فقط في المحافظات الجنوبيه، شمال وجنوب الصعيد هيكون كتير هيكون في اتربه ورمال مثاره في الاماكن المكشوفه تحديدا، وكمان طبعا اليوم متوقع يكون معانا فرص لسقوط هل هتمتد الرياح المثيره للرمال واتربه للقاهره الكبرى والمناطق طبعا المكشوفه منها، ولا هناخد الاتجاه بتاع السواحل الشماليه اللي هيكون في رياح بدون رمال؟ لا، هي التاثير بالكتل الهوائيه الشماليه مش هيكون فيها اي اتربه ورمال مثاره في المحافظات الشماليه، كل ما اتجهنا جنوبا للمحافظات الجنوبيه شمال وجنوب الصعيد اللي هيكون فقط عليها الاتربه ورمال المثاره، وهي كمان هتبقى في الاماكن المكشوفه بس ان شاء الله ما تكونش مؤثره بشكل كبير. وهيكون كمان معانا النهارده فرص لسقوط الامطار، متوقع فرص سقوط امطار خفيفه على بعض الاماكن الساحليه المطله على البحر المتوسط ومحافظات شمال الوجه البحري، لكن هي ايضا فرص امطار خفيفه غير مؤثره تماما على اي اعمال انشطه يوميه وعلى فترات متقطعه، وكمان منطقه دون الثانيه تساعد بشكل كبير على تلطيف الاجواء واحساسنا بالاجواء الربيعيه، لان الاجواء الربيعيه متوقع استمرارها على مدار هذا الاسبوع يمكن لحد يوم الخميس اللي جاي، الاحوال الجويه مستقره، اجواء ربيعيه، قيم درجات الحراره مش هنلاحظ فيها اي ارتفاعات ملحوظه في الجو، بل بالعكس هتكون اقل من المعدل الطبيعي، البروده موجوده معنا على مدار هذا الاسبوع خلال فتره الليل، خاصة مع استمرار نشاط الرياح اللي بيلطف الأجواء ويحسسنا بقيم درجات حرارة أقل. عشان كده احنا بنأكد على كل هذا الموضوع مهم جدا خلال فترات الليل، الملابس ما تكونش ملابس صيفية بشكل كامل، تكون الملابس الخارجية أكيد، خاصة الطلبة وهم رايحين المدارس فترات الصباح الباكر أو أي حد وهو رايح أشغله فترة الصباح الباكر. وأكيد احنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي حالة الطقس، بشكرك شكرا جزيلا دكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا لحالة الطقس في برنامج صباح الخير يا بصرة. خلونا دلوقتي نتابع مع حضراتكم درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، هنبدأها من القاهرة، العظمى 29، الصغرى 17، العاصمة الإدارية 29-17، الإسكندرية 24-16، العالمين الجديدة 24-15، مطروح 23-14، دمياط 24-17، بورسعيد 24-18، إسماعيلية 30-17،
أسويس 30/17 إلى عريش 25/16، كاترين 27/11، طابة 29/18، حلايب 35/22، شلاتين 33/21، شرم الشيخ 34/23، الغردقة 34/22، الفيوم 31/17، بين سويف 31/16، الوادي الجديد 37/18، أسيوط 32/17، سوهاج 34/20، قنا 38/22، الأقصر 38/22، وأخيرا أسوان 40/24. حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الطقس النهاردة. الطقس معتدل ومستمر معنا هذه الأجواء المستقرة المعتدلة في حالة الطقس، خصوصا أن بالليل الجو بيبقى برد شوية، نخلي بالنا حتى نهاية الأسبوع.